هذه السائلة تقول: عندي عقد مكتوب عليه لفظ الجلالة وأنا ألبسه دائما في الليل والنهار، فهل حرام علي أن أدخل به دورات المياه؟ وجهوني بذلك. نعم، يكره أن تدخلي دورات المياه بشيء فيه ذكر الله. عليك أن تذهبي أو ترسلي بهذا الحلي إلى الصائغ ليمسح لفظ الجلالة، يمسحها ويزيلها ويزول المحذور بإذن الله. نعم.